صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم جديد يا رب يبقى يوم سعيد على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا اسماء، عامله ايه؟ صباح الخير يا ايه، الحمد لله. صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده و8 الصبح، وابدا يومك صح. دايما بنبتدي بالدراسات بالمعلومات المهمه اللي ممكن تفيدنا في حياتنا. النهارده هنتكلم على الاطفال، وخصوصا الاطفال اللي بيمسكوا الموبايل بشكل كبير جدا، وده طبعا حال كل البيوت المصريه دلوقتي. المشكله بقى في ايه؟ مشكله ساعه الاكل، ان هم اثناء تناول الطعام فيبتدوا يقعدوا قدام الموبايلات. دي دراسه هنتكلم عليها النهارده، قالت ان ده بيخلي الاطفال للاسف اكثر عرضه لزياده الوزن. يعني احنا بنتكلم في نوعيه الطعام بقى مختلف، بنتكلم في الجانك فود، بنتكلم في الاطعمه اللي فيها كم كبير جدا من الحلويات والزيوت والحاجات المصنعه، وكمان الموبايل، فيقعدوا ياكلوا، فده بتاخد وقت كبير جدا منهم وهم مش حاسين ان هم بياكلوا، فده بيزود الى حد كبير من الوزن عند الاطفال. ودي كانت دراسه اتعملت في احدى الجامعات البرتغاليه، اللي اشتغلوا على الدراسة دي قالوا ان بالفعل ان الاطفال وهم بيقعدوا مشغولين بالموبايل وبالشات وبالفرجة على الفيديوهات، واللي هو طول ما هو قاعد وبياكل مش حاسس، بيشبعوا لكن ما عندهمش الادراك ان هم شبعوا، وده اللي بيخليهم يستمروا في تناول الاكل. وده مش بينطبق فقط على الاطفال على فكره، ده بينطبق علينا احنا كمان. ده اللي انا كنت هقوله والله. ده يعني موضوع ما بنعرفش نقعد قدام الاكل غير لازم اول حاجه ندور عليها ريموت التلفزيون. مش تعمليه كده؟ لازم يعني بيبقى في كده زي اتفاق ضمني بالظبط. تحطي السفره المسرحيه شغاله، الفيلم شغال، لا في اتفاق ضمني عند كل الناس ان انا والله مش هبدا اكل غير لما الاقي حاجه اتفرج عليها. احنا معظم كده. لكن خدوا بالكم، هو مش بس فكره ان انت ما ينفعش تتفرج على حاجه وانت بتاكل عشان فكره الالهاء، انت بتشغل تفكيرك ومخك عن الكميه اللي انت بتاكلها، نوعيه الاكل اللي انت بتاكلها. ده من اداب الطعام كمان ان انت ما تتكلمش وانت بتاكل عشان برضو ما تبقاش حاجه او وسيله للالهاء، فما تاخدش بالك انت بتاكل ايه. فما بالكم بقى نقعد نتفرج على التلفزيون، تقعد تمسك التابلت. انا احيانا بدخل مطاعم اشوف الام والاب مثلا قاعدين ومعاهم اطفال صغيرين، كل طفل ماسك موبايل او تابلت، وفي وادي تاني بقى والام والاب نفس الموضوع، كل واحد ماسك الموبايل. انا معرفش ليه حقيقي. يعني فكره ان الانسان يقعد ياكل من غير ما يبقى بيتفرج على التلفزيون، من غير ما يقعد يتكلم، انت تقعد تركز في طبقك، اولا هتاخد وقت اقل في الاكل، ثانيا هتعرف او هتبعت رسائل مباشره للمخ لما تشبع، فمش هتضطر تاكل كميات اكبر من اللي جسمك محتاجها وبالتالي مش هتتخن. لكن الدراسه اللي بتتكلم عن الاطفال تحديدا واللي اتنشرت في الديلي ميل بتقول انه الموضوع ده عند الأطفال بالذات ممكن يخليهم يصابوا بأمراض زي مرض السكر اللي بيصيب الكبار أو البالغين. فلما بيجي عند الأطفال بيبقى كبيرة جدا، فالسكر لا قدر الله لو جه للطفل غير خالص لما يجي الكبير. فدايما نقول الوقاية خير من العلاج. موضوع التابلت ده مش بس، أو الفيديوز يعني بشكل عام، مش بس وقت الأكل، في اليوم كله عموما لازم نركنه كده شوية ونبدأ نمارس أنشطة يدوية، نقوم نتحرك، نلعب رياضة، نروق البيت مع ماما كده، يعني نساعدها بدل ما احنا قاعدين طول اليوم. نروق البيت مع ماما، متاكده انت نروق مكان ملعبنا وكركبنا كده يعني. كل اطفال واي حد بيتفرج عليك دلوقتي هيزعل منك، قالت نروق البيت مع ماما، مين اللي قال الكلام ده؟ يعني حاولوا ان انتوا برضو كلنا واحنا قاعدين زي ما ايه كانت بتقول ان احنا نسيب الموبايل شويه، يعني حتى مش عشان بس التخن، عشان نفضل نتكلم ويبقى في نوع من انواع التواصل ولو لوقت قليل جدا واحنا قاعدين على السفره. اعتقد ان ده يعني طلب صغير جدا وحده هيقربنا الى حد بعيد. صباحكم خير وصباحكم سعاده. مش هنطول عن كده، خلينا نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا و8 الصبح. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، مصر بلادي الجميله، حسن السلام والامان، وانت الحضاره الاصيله قبل التاريخ والزمان. ومهما كان انت مصر، يا مصر، وكل خطوه سلامة
اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف هيئه الارصاد النهارده بتقول ايه عن حاله الجو. بتقول انه الجو هيكون حر نهارا على اغلب الانحاء، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه ومائل للبروده ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. النهارده التوقعات بنشاط للرياح على كافه الانحاء، هتكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه وعلى جنوب سيناء. النهارده كمان في شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو مع أسماء، خاصة يعني أسماء أنه التوقعات بتقول أن الجو النهاردة حر، لكن في بداية اليوم النهاردة أو في الساعات الأولى كان برد جدا. تلج فعلا يا آية، وزي ما آية كانت بتقول لنا خلي بالكم الأطفال هم نازلين المدارس بدري، وكمان بالتأكيد الناس اللي بتنزل بدري علشان أشغالها في الأوائل أو الساعات الأولى من الصباح باكر بيبقى في انخفاض كبير في درجات الحراره، وكمان في الى حد ما نسمه رياح كده، فده بيخلينا نحس اكتر بالانخفاضات في درجات الحراره. بعد الظهر بيبقى الحال افضل، لكن خلينا نشوف درجات الحراره العظمى والصغرى على كل المحافظات، ودائما البدايه من القاهره. القاهرة والعاصمة الإدارية 6 أكتوبر 29-18، متوسطات لطيفة جدا ربيعية إلى حد بعيد، يعني 29 طبعا مناخ لطيف جدا مش حار إلى حد بعيد. الإسكندرية والعالمين الجديدة برضو ما زلنا بنتكلم في المناخ اللطيف جدا ربيعي 24-15. كمل سريعا للسلوم، سلوم 25-15، دمياط وبورسعيد 24-19، الإسماعيلية والسويس برضو بنشهد بعض الارتفاعات ولكنها طفيفة، درجات الحرارة العظمى 30-17. شرم الشيخ والغردقة لا، الحقيقة درجات الحرارة العظمى برضو لطيفة، هي حارة طبعا 31 لكنها مش حارة جدا، يعني ده الطبيعي في هذا التوقيت. أعتقد أن درجات الحرارة في المتوسطات الطبيعية في مثل هذا التوقيت، ودي العظمى طبعا. الصغرى 22، العريش 26-18، هي نفس درجات الحرارة في رفح، طابة 27-19. نروح لسانت كاترين 25-12، الفيوم 30-17، هي وبني سويف في نفس درجات الحرارة. المنيا وأسيوط هنبتدي نشهد بعض الارتفاعات في محافظات الصعيد 31-18. نكمل بقى سريعا نشوف الأقصر وأسوان النهاردة دايما بيسجلوا أعلى درجات الحرارة. لا الحمد لله الأقصر وأسوان النهاردة لطيف طبعا، 35 تعتبر درجة حرارة عالية، لكن بالنسبة للطبيعي في الأقصر وأسوان درجة حرارة لطيفة جدا. وطبعا الصغرى 22، شلاتين 32-23، حلايب 29-24، أخيرا الوادي الجديد 32-19. الحمد لله ما عندناش أي محافظة يعني وصلت أو قربت حتى من 40 أو 39، فده معناه أن احنا بنعيش في أجواء ربيعية إلى حد بعيد. خلينا نستمتع بهذه الأجواء الربيعية، وبعد ما نطمن على حالة الجو نروح بقى نطمن على حركة المرور زي ما احنا متعودين، وحركة المرور من خلال طبعا جوجل ماب وبالتحديد من طريق صلاح سالم، نشوف فين الكثافات المتوسطة، فين السيولة المرورية، فين الأماكن اللي قد تشهد بعض الكثافات، وخصوصا أن احنا طبعا في أول اليوم لغاية دلوقتي احنا شايفين الخريطة المرورية لونها أخضر، لكن هنرجع مرة تانية لغاية دلوقتي لم تظهر برضو أي كثافات. لا لطيفة ما فيش أي مشكلة لغاية دلوقتي، اللون الأخضر هو اللي غالب في بعض الكثافات المتقطعة اللي مش مؤثرة إلى حد بعيد. دايما بنلاقي أسفل مطلع كوبري أكتوبر في بعض الكثافات وهي ممتدة معانا النهاردة، اللون الأحمر أسفل مطلع كوبري أكتوبر، لكن لما بنطلع أكتوبر في الاتجاهين ما فيش أي كثافات. يا رب يكمل معانا كده، والنهاردة ما يبقاش يوم مزدحم. طلعنا اكتوبر بدأت تظهر بعض الكثافات لكنها متوسطة، طبعا المنطقة اللي احنا متعودين عليها دايما اللي هي منطقة غمرة تقريبا واقفة في الاتجاهين فيها كثافات عالية جدا، لكن مش مكملة معانا النهاردة. النهاردة كوبري اكتوبر افضل حالا الى حد بعيد، يعني نقدر نقول ده واحنا بقلب جامد كده. برضو كورنيش النيل النهاردة مسبيرو مش فيه كثافات، كثافات فيه قليلة جدا. طلعنا مايو لغايه دلوقتي برضو ما فيهوش اي كثافات، السيوله مريه النهارده في الاتجاهين، النهارده خريطه مريه مبشره الحقيقه الحمد لله. طبعا الكثافات اللي احنا متعودين عليها اللي هي اعلى الدائري وميدان لبنان، وبرضو النهارده اقل من المعتاد، مش مكمله معانا، والمنطقه صغيره جدا يعني لا تؤثر الى حد بعيد على حركه المرور. لا النهارده الحمد لله الخريطه المروريه تبشر ان النهارده يوم مش مزدحم، النهارده تقدروا تنزلوا وانتوا بتستمتعوا
وبرحله مروريه امنه ان شاء الله. نروح سريعا نطمن على اسعار الخضروات والفاكهه، نتعرف على مواقيت الصلاه. بجدد الترحيب بحضراتكم، تعالوا نتابع آخر الأخبار، وهبتدي من إطلاق منظومة التقاضي الإلكترونية في محاكم مجلس الدولة النهاردة. المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة أعلن أنه هيتم إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة النهاردة الثلاث خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد في القاهرة الجديدة. المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة كمان صرح في تصريحات سابقة بأنه عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لأنه ليها أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار عشان يتحقق مفهوم العدالة الرقمية والخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوي وتبسيط الإجراءات على كل أطراف في النزاع وكمان حوكمة الأداء والحد من التداول الورقي. طب نروح لملف مهم جدا، هو ملف الحقيقه بيتصل بالتعليم العالي وفي نفس الوقت بالصحه، المستشفيات الجامعيه. الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد انه هيتم افتتاح 7 مستشفيات جامعيه تابعه للجامعات الخاصه، واكد انها بتمثل اضافه في تقديم الخدمات الطبيه للمواطنين بالاضافه للمستشفيات الجامعيه القائمه. لما بنتكلم على زياده المستشفيات خلينا نتوقف سريعا عند بعض الأرقام، يعني بنتكلم على أن المستشفيات الجامعية زادت خلال 9 سنوات الماضية من 88 مستشفى ل 120 مستشفى، فيها أكثر من 321,250 طبيب عامل، لها دور فعال وكبير جدا جدا في إنهاء قائم الانتظار وبتشارك بالتأكيد في كل المبادرات الصحية. فإحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، زيادة هذه المستشفيات، وإحنا بنتكلم النهاردة عن 7 مستشفيات جديدة هيتم افتتاحها، وطبعا جاء
الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب قال إن لجنة التعليم كانت قد أصدرت توصيات بزيادة مخصصات دعم المستشفيات الجامعية بقيمة 3 مليار جنيه، وده لشراء المستلزمات وما يتعلق بالمستشفيات. فإحنا لما بنتكلم على المستشفيات الجامعية يعني خلينا نتكلم برضو ببعض الأرقام. مستشفى مثلا أو يعني جامعة زي جامعة أسيوط فيها 12 مستشفى تابعة لها مستشفى تعليمي، المنيا نفس الموضوع، جامعة القاهرة في 17، يعني بنتكلم في رقم كبير جدا جدا جدا، ومعروف عنها إنها بتقدم خدمة طبية بتبقى عالية جدا جدا، كم العاملين فيها من الدكاترة والتمريض مستواهم بيبقى عالي جدا جدا، وكمان بالتأكيد علشان هم كمان بيبقوا ستاف جامعة، فحتى ما بتيجي تروح علشان تكشف أو علشان تتلقى الخدمة الطبية بتبقى وانت متجه متأكد ومطمئن إلى حد بعيد جدا إن انت هتحصل على أفضل خدمة طبية. طبعا شكرا لكل القائمين عليها بالتأكيد. يعني وانت بتتكلمي كده يا أسماء عن المنشآت الصحية ومشروعات الصحية في محافظات مصر المختلفة، عايزة أتكلم كمان عن مش بس المشروعات الصحية، لكن في مختلف المجالات بيتم عمل مشروعات، وده بيتم ضمن مبادرة حياة كريمة، المبادرة الإنسانية اللي بتغير مضمون وجوهر حياة أهلينا في كل محافظات مصر، خاصة القرى الأكثر فقرا في مصر. في خطة معمولة في كل محافظات مصر بتتم بالتوازي مع بعض في نفس الوقت، عشان كده قررنا أنه إحنا بشكل دوري هنتابع مع حضراتكم إيه اللي بتعمله مؤسسة حياة كريمة في كل مكان في مصر، في كل محافظة في مصر. والنهاردة هنشوف بتعمل إيه المبادرة في محافظة الإسماعيلية تحديدا، يعني هننطلق من الإسماعيلية ونجوب بعد كده على مدار حلقتنا الجاية في كل محافظات مصر. دكتور محمد جمال معايا على التليفون، منسق عام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني احكي لنا كده ايه اللي عملته حياة كريمة في إسماعيلية، ايه المشروعات اللي ابتدت فيها حياة كريمة واللي انتهت منها، وايه اللي لسه دلوقتي قيد التنفيذ؟ الحقيقة ان مؤسسة حياة كريمة جهدها متنوع بس محافظة الإسماعيلية. الحقيقة ان احنا عندنا فعاليات ومبادرات كتيرة جدا تخص أهالينا المستحقين أو المتطوعين الأبطار الجدعان اللي شغالين معانا على الأرض. فكان عندنا خلال الربع الأول من 2024 تكريم المتطوعين المتميزين لعام 2023، وكانت احتفالية كبيرة وتم تكريم أكثر من 700 متطوع فيها. عندنا كان أيضا بالنسبة لأهالينا المستحقين كان عندنا توزيع كراتين الحماية المجتمعية خلال شهر رمضان الماضي، وكان آلاف الكراتين الحماية المجتمعية لكافة القرى الأكثر فقر خدمي، وكنا الحمد لله على الأرض بنوزع طبقا لآليات وطبقا لداتا حصرها أبطالنا اللي على الأرض. كان عندنا أيضا تسليم حالات مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي، حالات طبية، تقديم كراسي متحركة لأهالينا. كان عندنا أيضا قافلة سعادة، وقافلة السعادة دي كانت عبارة عن إفطار في قرية، وكان تم اختيار قرية أبو سلطان داخل مركز ومدينة شايد، وتم إفطار مع أهالينا وتم توزيع هدايا على الأطفال في يوم مميز ويوم جميل جدا، واحتفلنا مع أهالينا وفطرنا معاهم. بالإضافة طبعا يعني لعمل لقاءات تدريبية يعني مستمرة مع المتطوعين، بحيث تدريبهم على التوعية، تدريبهم على أهمية التطوع، مفهوم التطوع وأخلاقيات المتطوع نفسه، وغيرها وغيرها من الفعاليات اللي حصلت خلال الربع الأول من 2023. وكان هدفها ان احنا نوصل كافة المساعدات لأهالينا المستحقين في محافظة الإسماعيلية. طيب لو حبينا نتكلم عن دعم الرياضة وإيه اللي بتقدمه حياة كريمة فيما يتعلق بقطاع الرياضة، مبادرات، مسابقات، إزاي بندعم الرياضة في محافظة الإسماعيلية؟ احنا بشكل دوري بنقوم بعمل مسابقات رياضية وفعاليات رياضية وفنية وثقافية للمتطوعين، وده الهدف الأكبر منه إن يكون في التحام قوي ما بيننا وما بين المتطوعين اللي شغالين معانا على الأرض، وقد ايه ان احنا نكسبهم الثقه، وقد ايه ان احنا نكون دايما على تواصل مستمر معاهم. والحقيقه ان احنا المتطوعين معانا يعني من داخل محافظه الاسماعيليه، من كافه القرى، من كافه النجوع، من كافه الاحياء، فهم بشكل كبير قوي مغطين محافظه الاسماعيليه،
ويعني كان لابد من التواصل معاهم وعمل لقاءات رياضية بشكل كبير أوي وبشكل مستمر معاهم. طب والمبادرات التوعوية الأخرى، الموضوعات أو الموروثات المجتمعية، يعني لما بنتكلم على مثلا قرى الصعيد عندنا موضوعات بعينها بنشتغل عليها، لكن في محافظات الوجه البحري أكيد بيختلف الموضوع. إسماعيلية بنشتغل على موضوعات أو مفاهيم زي إيه فيما يتعلق بالتوعية؟ احنا الحقيقه في محافظه الاسماعيليه بنشتغل على مجابهه الشائعات، قد ايه لازم يكون عندنا عقيده بنتكلم من خلالها او انتماء قوي بنتكلم من خلاله، مفهوم التطوع نفسه وادبيات التطوع نفسه، والحمد لله شغالين في الموضوع دوت خلال الفتره اللي فاتت ومستمرين ايضا داخل كافه المراكز السبع مراكز في محافظة الإسماعيلية، وبنطبق المفهوم دوت بالشكل الأدنى في الوحدات المحلية والقرى والشيوخ والنجوع، بحيث إن احنا نوصل لكافة المتطوعين، وده الحقيقة بيكسبنا متطوعين جدد، والحمد لله كان منضم لينا بشكل كبير قوي عدد كبير من المتطوعين، وده الحمد لله بيخلي طرق التواصل مع أهلنا المستحقين بيكون فعال وبيكون بشكل أكثر تأثير. شكرا جزيلا دكتور محمد جمال، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية. موسم الامتحانات بدأ بالتأكيد، فكل الطلاب اللي ما كانش بيذاكر طول السنة بالتأكيد اليومين دول كل الناس بتذاكر، يعني كل الطلبة في كل المراحل اللي عندهم أي امتحانات كله بدأ يذاكر عشان خلاص ما فيش وقت، هيذاكر إمتى؟ فممكن يكون ده علشان طبعا دخول الامتحانات، فالطلاب بيبقى فيه لساعات طويلة جدا جدا بيقعدوا يذاكروا، وتلاقي فجأة حد يقول لا أنا عندي صداع، أنا مش قادر، أنا مش شايف شوية، أنا عندي زغللة في العين، ده بيسبب إرهاق للعين يسبب إجهاد. طيب عايزين نعرف ايه عدد الساعات المتواصله من المذاكره اللي ممكن تسبب ده، هل اختلاف نوع الاضاءه ممكن يسبب ده ولا لا، الاضاءه تبقى ضعيفه او تبقى ساطعه زياده عن اللزوم، تبقى صفراء او بيضاء، ايه الخطوات اللي احنا ناخدها علشان من ان لاخر نعمل نوع من انواع كده التريح من الاجهاد. انا عارفه الامهات هيقولوا احنا ما صدقنا انهم يذاكروا، بس برضو لازم نحافظ بالتاكيد على نظرنا، ده اللي احنا هنعرف ونعرف الاجابات على هذه الاسئله من الدكتور اشرف الهباق استاذ طب وجراحه العيون بنها. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف ايه عدد الساعات المتواصله اللي ممكن يؤدي الى ارهاق العين والصداع وزغلله العين، ده ممكن يؤدي يعني يبقى سبب من اسبابه المذاكره لساعات طويله؟ طب خلينا نتكلم الاول على عدد ساعات الراحه. يعني انا عايز اقول ان احنا يعني ناخد وقت او قسط كافي من الراحه، يعني ناخد يعني زي ما قلنا احنا بنذاكر كده تقول لك 8 ساعات راحه. فده مهم جدا. وبعدين بعد كده انسق بقى الموضوع الثاني اللي هو بتاع عدد ساعات المذاكره. طبعا عدد ساعات المذاكره ما فيش مشكله ان انا اشوف اقعد ساعات طويله في المذاكره، بس انا انسق ما بينهم ازاي، اعمل فترات راحه، ده مهم جدا. طب دكتور يعني معلش ممكن حضرتك تقرب من التليفون شويه بس عشان الصوت مش واضح قوي، اتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. ما احنا عايزين نعرف الاجابه، اتكلمنا ان هو 8 ساعات ولازم نريح. بالظبط كده، 8 ساعات الراحه ده مهم جدا، وبعدين بعد كده نتكلم بقى في عدد ساعات المذاكره، المذاكره بذاكر زي ما انا عاوز، بس اهم حاجه ان انا اعمل فاصل. يعني انا زمان مثلا اعمل كل مثلا نص ساعه راحه شويه مش هجرى حاجه خالص. كويس، لو انا بذاكر بقى على الكمبيوتر زي ما احنا عارفين الصراحه وصلت اللي هي 20 20 دي، انا كل 20 دقيقه اريح عينيا 20 ثانيه وابص لقدام بعيد قوي عشان ارتاح، فده برضو مهم جدا. الاجهاد المتزايد بقى في العين، يعني واحد بيشتكي ان هو مش تعبان وعينيه تعبانه جدا، ممكن ده كله اسباب، ممكن يكون هو عنده مثلا طول نظر او قصر نظر، وطبعا هو لازم يكشف على عينه من الطبي الاول هو محتاج نظاره للمذاكره ولا لا. طيب هل اختلاف الإضاءة والمكان اللي احنا بنذاكر فيه هل ممكن يؤدي إلى أو يزيد من إجهاد العين؟ يعني لازم الإضاءة تبقى مباشرة ما تبقاش ساطعة قوي؟ طبعا الإضاءة كل ما الإضاءة تكون كويسة، يعني أنا دايما أقول لما نقعد نذاكر نبقى فيه إضاءة في الأوضة نفسها، في الأوضة نفسها كويسة، والمكتب عليه إضاءة كويسة، دي حاجة. المكان نفسه بيفرق، يعني في ناس كتير قوي تحب تلاقي يقعد يذاكر مش على المكتب، يعني يذاكر على كنبه او على سرير، طبعا المكان بيفرق جامد جدا في التركيز نفسه، يعني لما تكون واحد قاعد على المكتب وقاعد بطريقه مستقيمه وبيذاكر كويس يبقى مرتاح يقعد فترات طويله، المعاد اللي هو فيه يعني يقعد بطريقه ملتويه شويه مثلا على زي ما قلت لك بيجهد بسرعه،
ده برضه بيأثر عليه. نوع الإضاءة نفسها بقى اللي هي الإضاءة اللي هي الوايت ولا الوود، يعني في ناس بتحب تركز في الإضاءة الوايت البيضة أو الإضاءة اللي هي الورم شوية. طيب استخدام قطرات العين يا فندم؟ قطرات العين بقى لو كان عندي بقى جفاف في العين مفيش مشكلة استخدم قطرات للعين، لو في جفاف عندي استخدم قطرات للعين هتبقى مريحة جدا طبعا. وده طبعا ده بالكشف، أو إن أنا لو أنا بقعد زي ما بقول لحضرتك كده ساعات طويلة على الكمبيوتر بيحصل فعلا نوع من الجفاف للعين، لكن هي العين أصلا بترطب نفسها وفي السن الصغير ده جهودك كلها بتبقى شغالة كويس جدا. مش محتاجين قوي هم ترطيب العين إلا لو كان في عنده مشكلة فعلا في العين محتاجة ترطيب. شكرا دكتور اشرف الهباك، شكرا لحضرتك كل هذه المعلومات، استاذ طب وجراحه العيون جامعه بنها. بس احنا عايزين الطلبه يذاكروا وبعد كده احنا الف حلال، ربنا ينجحهم ان شاء الله. في متابعه بقى لاستقرار الاسعار في السوق والسلع الاساسيه منها السكر، السكر اللي كان فيه ازمه وما كانش موجود بكميات كبيره، كان فيه ارتفاع في الاسعار والدوله تدخلت وقامت بدور محترم جدا، وفرت كميات كبيره من السكر في الاسواق وقدرت ان هي تضبط الاسعار. وزاره التموين اتخذت كتير من الاجراءات والتدخلات لانهاء ازمه السكر في الاسواق، توفير السلعه بكميات كبيره عشان تلبي احتياجات المواطنين. ويمكن بنتكلم بقى تحديدا انه الوزارة ضخت كمية حوالي من 350 ألف ل 400 ألف طن سكر خلال شهر. إلى أي مدى ده أو الزيادة دي في الكميات في الأسواق أدت إلى تفادي أزمات، أدت إلى استقرار الأسعار في السوق وفقا لقانون العرض والطلب؟ خلونا نعرف تفاصيل مع الأستاذ أحمد جابر عضو اتحاد الغرف التجارية. أهلا بك يا أستاذ أحمد، صباح الخير. ازاي تم وقدرت الدولة ان هي توفر كميات كبيرة من السكر اللي ضخاها في الاسواق، وازاي ده ساهم في استقرار الاسعار في الاسواق؟ يمكن احنا لو متابعين من فترة لما مع استقرار سوق الصرف والدولار واستقرار الدولار، كان دولة رئيس مجلس الوزراء اعلن عن استيراد كمية كبيرة من السكر حوالي 5 مليون طن على مراحل، ويمكن بدأ على طول يعني اتخذ خطوات من وزارة التموين في استيراد الكمية المطلوبة، وده على طول تم بشكل سريع جدا وبدأت تضخ في الأسواق. وزي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده فترات طويلة، هي المشكلة ما كانتش كانت مشكلة بس التوزيع، كان في مشكلة في التوزيع في فترة من الفترات، هي دي اللي كانت عاملة الأزمة وهي دي اللي كانت مخلية الناس بتشتكي من عدم توافر السكر. لا، وكان في بعض التجار بيخزنوا السلعة علشان يرفعوا سعرها. طيب وهنا هسأل حضرتك عن دور الغرف التجارية بالتعاون مع الوزارة في فكرة استقرار الأسواق أو الرقابة أو التواصل حتى مع التجار لتفادي حدوث أزمة مرة أخرى. احنا بالتواصل المستمر مع التجار، وفي مرحله تواصل مستمر جدا مع التجار بشكل يومي، مع كمان مع المواطنين اللي عندهم اي شكاوى من خلال خطوط الساخنه اللي عندنا في الغرف التجاريه، وفي تلقي شكاوى المواطنين من حدوث اي ازمات في اي منطقه او من حدوث اي عدم توافر سلع او استغلال بعض التجار لبعض الازمات في رفع الاسعار. واعتقد ان احنا الحمد لله في حالة استقرار تماما. يمكن حضرتك برضو كصوت بيجي لحضرتك صوت المواطن، اكيد مش شايفه ان في اي ازمات في السلع التموينيه والسلع الغذائيه في هذه الفتره، ومفيش اي شكوى من اي مواطن نتيجه عدم توافر او ارتفاع اسعار. بالعكس هي الحمد لله مستقره. الحاجات السلع الغذائيه متوفره، الاسعار بتنزل وهتنزل لسه تاني. اخبار حلوه دي، شكرا ليك. يعني طول ما الدولار مستقر وعجله الانتاج مستمره، احنا بالاسعار بتنزل وهتنزل كمان ان شاء الله. دي اخبار جميله جدا استاذ احمد جابر عضو اتحاد الغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا.
تعتبر من أهم الدول أو دول متميزة جدا في موضوع السياحة العلاجية. عندنا أماكن عديدة خاصة وبتجذب ناس من كل أنحاء العالم خاصة بموضوع العلاج والاستشفاء. من الأماكن دي هي بالتأكيد عيون موسى، هي منطقة سياحية أثرية علاجية وكمان دينية في نفس الوقت. خلينا نتعرف على هذه المنطقة بشكل أفضل ونرجع لهذا التاريخ. ومعنا على التليفون دكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والأثار بالمجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بالتأكيد عيون موسى أهم جدا ولها يعني أهمية، سواء كنا بنتكلم على السياحة العلاجية، الاستشفائية، الدينية، التاريخية. خلينا نتكلم على هذه العيون بشكل مفصل، تفضل. احنا في البداية بنتكلم عن عيون موسى اللي هي 35 كيلو من نفق أحمد حمدي. أيوة. وبنقدم الدليل الأثري الكامل على أنها هي العيون الحقيقية. مع شجرة العليقة المقدسة وجبل موسى، ده دليل مؤكد على وجود مسار النبي الله موسى بسيناء. أولا ذكرت عيون موسى في القرآن الكريم في موضعين، مرة انبجست العيون ومرة تفجرت. ده دليل على إيه؟ دليل على التمهيد لخروج المياه عشان ما يتكالبش عليها بني إسرائيل مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، الأعراف 160. وفي سورة البقرة آية 60 نلاقي وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ذكرت في التوراة برضو 12 عين و70 نخلة بجوار هذه العيون، وما زالت السبعين نخلة موجودة. ذكر في التوراة ثم جاءوا إلى إليم وكان هناك 12 عين ماء وسبعون نخلة ونخلة فنزلوا عند الماء، سفر الخروج الإصحاح 15. نيجي لكتابات المؤرخين، الباحث فيليب مايرسون قال لنا إن المنطقة من السويس لحد عيون موسى منطقة قاحلة جدا. ده يدل على إيه؟ إن بني إسرائيل استبد بيهم العطش بعد مرورهم كل هذه المنطقة حتى تفجرت هذه العيون. العيون 12 عين، طب في 8 عيون لسه ما تمش اكتشافهم. نكتشفهم ازاي؟ عندنا نص القرآن بيقول لنا اضرب بعصاك الحجر. إذن العيون في المنطقة الصخرية وغطتها الرمال. جم في العصر الروماني أقاموا أبار، الأبار دي عشان تحمي العيون، زي البير اللي أقيمت على النبع الأنبعه السيد المسيح في رحلة العائلة المقدسة في تل بسطة، وهم بيشتغلوا في الحفاير في البير نبعت خرجت العين من جزء جانبي. إذن هذه الآبار أقيمت على هذه العيون، فلما نرفع طبقة الرمال هنكشف الخمس عيون اللي باقية. وفعلا التاريخ بيقول لنا إن العثمانيين استفادوا من العيون دي وعملوا مواسير فخارية ما زالت حتى الآن عشان تغذي مراكبهم التجارية بالمية العذبة أثناء رسوها عند منطقة العين، ما زالت هذه المواسير باقية. طب إيه اللي عملته الدولة من مجهودات عشان نرمم هذه العيون عشان تتفتح للسياحة وتبقى ضمن مسار نبي الله موسى وتبقى مكملة للمشروع العظيم اللي بتعمله الدولة اللي هو مشروع التجلي الأعظم في منطقة سانت كاترين؟ بدأت أعمال الترميم في نوفمبر 2014 بتوجيهات الرئيس السيسي، كان في إطار مشروع حفر قناة السويس الجديدة على أنها تتم في مرحلتين. من مرحلتين هيعملوا إيه فيهم؟ تطهير وترميم الآبار بالمنطقة، اكتشاف العيون المردومة اللي هم الخمسة، تطوير العشش القديمة، يعني في عشش كانوا عاملينها البدو يطوروها ويتحولوا المنطقة لكافيتريات ومطعم وبازارات للمشغولات اليدوية وإنشاء دورة مية ويمهدوا الطرق بين هذه الممرات بحيث يقدر الناس يتمشى ما بين الـ 12 عين وإنارة طبعا المنطقة. بس هو الموجود دلوقتي على أرض واقع خمسة. هو اللي موجودين سبعة وفي خمسة لم يكتشف. سبعة. كلهم شغالين فيهم لسه مزات مياه ولا في يعني بعض العيون جفت؟ لا، ما هو العيون طبعا كلها كانت جفت لما اتغطت بالرملة. احنا في المرحلة الأولى اللي تم فيها تطهير السبع عيون قدروا يطهروا الآبار اللي موجودة اللي تم افتتاحها في 10 فبراير 2018 ووصلوا للمياه العذبة، لأن المياه العذبة اتغطت وفعلا تم تحليل هذه العيون. وحتى قلت لزميلنا وهو بيشتغل هناك اللي هو أخصائي الترميم، قلت له لو أثبتوا إن المياه فعلا مياه عذبة ده بيأكد لنا صحة مسار الخروج اللي أنا أكدته في
كتاب التجليات الربانيه في الوادي المقدس هو فعلا حللوها عن طريق المجلس الاعلى للاثار واثبتوا ان المياه اللي في السبع عيون اللي تم اكتشافها مياه عذبه. وفعلا تمت المرحله الاولى وتمت صيانه هذه الابار، ترميم الحوائط، عمل نظام اضاءه، تركيب 206 اعمده اناره، يعني بطول وممرات بطول 1200 متر. طب ايه اللي مطلوب دلوقتي؟ ان كان في مرحله ثانيه، يعني المفروض ان في مرحلتين، نفذت المرحله الاولى كانت وزاره السياحه منفصل عن الاثار. نفذوا المرحله الاولى وبقيت المرحله الثانيه اللي هي اهم عندي. طبعا. المرحله الثانيه دي بيعملوا البازارات الخاصه بالبدو اللي موجودين هناك، بينيروا المنطقه، بيفتحوا المنطقه للسياحه. للاسف اللي احنا بنطالب بيه من 2018 لم تتم المرحله الثانيه واغلقوا المنطقه تماما امام السياحه. البدو اللي كانوا بيسترزقوا وبيبيعوا في المنطقه دي ما بيشتغلوش دلوقتي، فتاخير المرحله الثانيه دي عمل مشكله كبيره بالنسبه للمنطقه، وممكن الابار نفسها تتردم. وكل اللي اتصرف، صرفنا اكثر من 7.5 مليون جنيه على المرحله الاولى، ممكن ده يضيع. كان المفروض المرحله الثانيه تثبت المرحله الاولى مباشره عشان نفتتح العيون. في مشروع كبير جدا قدمته انا من 2013، ده كان مشروع كبير علمي اثري بيني وبين الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، عشان نكشف عن عيون موسى ال 12 كشف علمي. اعتقد ان ده مشروع مهم جدا جدا، واحنا كمان شايفين على ارض الواقع يعني الاهتمام كبير بمثل هذه المشروعات الخاصه بالاثار الدينيه كمان، يعني تطوير مسار العائله المقدسه وآل البيت، ودلوقتي بنتكلم كمان في عيون موسى، بالتاكيد من المشروعات المهمه جدا اللي بتهتم بيها الدوله. كل الشكر الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنه التاريخ والاثار بالمجلس الاعلى للثقافه. نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. قراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، معنا للتعليق عليها الأستاذة سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة الدستور. صباح الخير يا سارة. أهلا بك يا سارة. أهلا بك يا سارة. نبتدي من الدستور صفحة واحد وملف كامل الحقيقة على يعني التفاصيل 3 و4 و5، والعنوان الرئيسي اطمئنوا وتفائلوا، السيسي استصلاح وزراعة أرض تعادل 4 محافظات بمساحة 4 ملايين فدان، الرئيس يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد، مشروع مستقبل مصر خطوة كبرى للاكتفاء الذاتي من الغذاء، افتتاح مصنع خلال أيام يقلل من تكلفة استيراد أجهزة الري بنسبة 70%. خلينا نروح للتفاصيل، الحقيقة العديد من التفاصيل والعديد من العناوين الهامة، لكن خلينا ننطلق في هذا الملف من تساؤل تم طرحه برضو من خلال الدستور، كيف تسير الدولة المصرية على طريق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ الحقيقة ان المشروع اللي كان بيتم الاعلان عنه امبارح او بيتم تقديم افادة عن ما وصل اليه المشروع والمستهدف منه من اهم المشاريع اللي بتشهدها دولة في اخر 6 سنوات، يعني جهاز مشروع مستقبل مصر الحقيقة عامل طفرة في عديد من المجالات. احنا عندنا مشروعات زراعية، مشروعات ثروة حيوانية، مشروعات تصنيع، حتى تصنيع زراعي موجودة، تنمية عمرانية، قوة عاملة، يعني مشروع شامل بتشهده الدولة في 6 سنوات على مدار كافة المحاور. هنلاقي ان المشروع عنده تواجد في مدن، في محافظات الصعيد، في بني سويف، في المنيا، في سيناء، حتى في موجود في الواحات، في حادث استصلاح زراعي وكل هذه المشروعات. بس كان في من اهم اللي اتذكر في هذا المشروع ان التوجيهات الرئاسيه فيه كانت بتعظيم الاستفاده من القوى العامله وخلق فرص عمل حتى قبل النظر الى اقتصاديات المشروع. ودي من اهم نقاط الموضوع. احنا المشروع بدا في 2019، يعني بنتكلم في حوالي 5 أو 6 سنوات، كان ب 600 عامل فقط. النهارده 2024، امبارح بنتكلم في حوالي اكتر من 2 مليون فرصه عمل بيتم، او 2 مليون عامل موجود في المشروع، بجانب 40 الف فرصه عمل بشكل غير مباشر. والمستهدف كمان خلال يمكن 3 سنوات فقط انه يوفر حوالي 3.2 مليون فرصه عمل جديده. فدي من اهم النقاط الايجابيه في المشروع. هنلاقي مشروعات ثانيه كمان طبعا من اهم برضو النقاط اللي هو ان احنا اللي اتحقق في 200 عام، وده كلام قاله السيد الرئيس، انجزناه في 4 سنوات.
مظبوط. ويمكن كمان في اقل من 4 سنوات احنا بنتكلم في ان احنا عندنا يعني مثلا مشروعات الدلتا الجديده اللي تمت بنتكلم في 2.2 مليون فدان. ودي كانت البدايه يعني مش ده مش المراحل الكامله للمشروع ولكنها بدايه المشروع. كمان عندنا المستهدف من المشروع اصلا هي يشرف جدا، عندنا مستهدف في تحقيق 2 مليون طن من القمح مثلا سنويا، عندنا 200 ألف طن ذرة، عندنا 400 ألف طن سكر. احنا السكر عندنا بنشهد فيه تحرك كثيف من أجهزة الدولة ان هو يكون نكتفي ذاتيا على مستوى ال3 سنين المقبلة. هنلاقي كمان ان هو هيوفر 5 و7 مليار دولار سنويا، وده رقم طبعاً مش قليل، بالعكس ضخم جدا بحجم هذا المشروع. الفتره اللي تشتغل فيها المشروع من 2019 حوالي 4 أو 5 سنين قدر يحقق اكتر من 3.5 مليار مثلا. وكمان هنلاقي ان من بعض الحاجات الموجوده ان احنا بندخل انظمه جديده للزراعه. يعني هنزود من صوامع القمح الموجوده بنظام دراير، ودي اول مره تكون موجوده في مصر، عشان اولا بتقلل تكلفه التخزين وفي نفس الوقت بتزيد من جوده التخزين. وده يقدر يخلي الدوله تعمل سوق مباشر لجذب المستثمرين في كل المجالات اللي احنا تحدثنا فيها، وده هيخلي ان ما فيش يعني او يلغي دور الوسيط اللي كان ياخد من الدوله ويدي هو للمستثمرين، بل بالعكس يبقى التعامل مع الدوله والمستثمرين بشكل مباشر وتعاون اكبر ما بين الدوله والقطاع الخاص في هذا المشروع. تعالي نروح للازمه والحرب الدائره في فلسطين وتصعيدات متلاحقه كلها تطورات خطيره. في الدستور صفحه 2 صدمه في تل ابيب، تقارير عبريه، دعم مصر، دعوه جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه، كارثه لاسرائيل. اتكلمت بعض الصحف الاسرائيليه او العبريه عن سيناريوهات لشكل العلاقه بين مصر واسرائيل بعد انضمام مصر لدعوه جنوب افريقيا، وقالوا انه قرار الرئيس الامريكي بتجميد شحنه الاسلحه لاسرائيل مهد الطريق امام مصر للكشف عن غضبها علنا. وهذه او انضمام مصر لدعوه جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه بيمثل قلق في الداخل الاسرائيلي. ليه؟ لانه موقع مصر الاستراتيجي، مكانتها امام محكمه العدل الدوليه، وكمان بنتكلم على تاريخ من الصراع العربي الاسرائيلي. فمصر ووجودها امام محكمه العدل الدوليه بيثير مخاوف لدى اسرائيل انه قد تستجيب المحكمه وتصدر قرار بوقف القتال في غزه. هل وقتها تلتزم اسرائيل؟ يعني ايه قراءتك للمشهد حاليا؟ الحقيقه نقدر نقول ان التحرك المصري واعلانها اعتزام التدخل دعما لدعوه جنوب افريقيا هي باكوره التحركات المصريه الاستراتيجيه في هذا السياق ضد تل ابيب، نظرا لان اللي حصل في رفح خلال اليومين الماضيين او ال3 ايام الماضيه هو تصعيد وخرق غير مسبوق من الجانب الاسرائيلي لاوطان تصعيد خبيث في هذه المنطقة تحديدا. دخول مصر في هذه الدعوة أو دعم هذه الدعوة له أبعاد كثيرة. أولا ثقلها الدولي على المحافل الدولية، احنا منذ سنوات أكثر من 40 سنة مثلا لم نجد أن هناك مواجهة ما بين إسرائيل أو ما بين تل أبيب ومصر على المحافل الدولية، دي نقطة بتضعها إسرائيل في الاعتبار الحقيقة جدا. النقطة الثانية أن مصر حاليا أو منذ بداية الحرب على مدار ال8 أشهر الماضية هي مركز لوجستي عالمي لنقل المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. والدخول الإسرائيلي في رفح يعني مش عطل هذه الجهود ولكن أوقفها تماما وأوقفها عن عمد الحقيقة. هم يعني هو تبدو مخططة مسبقا، وبالتالي بتحاول إسرائيل من وقت للتاني الترويج أن في نوع من أنواع التفاوض مع الجانب المصري عشان إدخال المساعدات. وده يمكن ظهر بشكل أكبر في المكالمات اللي عملها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع السيد وزير الخارجية سامح شكري في 5 أيام على ما أتذكر، مكالمتين مهمين جدا من وزير الخارجية الأمريكي بيحاولوا فيها أن مصر تتعامل بإدخال المساعدات من معبر رفح بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما ترفضه مصر بشكل قطعا. المعبر رفح لابد أن يعمل بسلطة فلسطينية وبأفراد وموظفين فلسطينيين، ولا هناك عودة لما قبل 2005 تحت أي ظرف من الظروف. ده بيمثل ضغط كبير على إسرائيل لأن هي الآن هي الوحيدة في العالم المسؤولة عن دخول أي مساعدات، وهو ما يزيد ما يفاقم من حجم الكارثة هناك. النقطة برضو اللي بتنظر ليها تل أبيب أو بدأت يعني نقول تستفيق عليها، إن احنا في أدنى نقطة من العلاقات ما بين مصر وإسرائيل.
ده كله نقدر نقول نتيجة ما يفعله اليمين المتطرف منذ أن تولى نتنياهو الحكومة مؤخرا ومنذ أن بدأ الاعتماد على وزيرين متطرفين للغاية زي سيموتريتش و يعني احنا النهارده كمان معانا فقرة خاصة نتكلم فيها بتفاصيل أكبر مع مشاهدينا الكرام عن تطورات الأوضاع في غزة وهنتابع برضو الملف ده، لكن خلينا نتكلم على الأوضاع المأساوية الحقيقة وأهالينا في غزة، لكن مصر دايما بتقوم بواجبها وده من خلال الوطن وملف خاص على صفحتين 4 و5 وجرحى غزة في عيون مصر، ده بالتأكيد 13 ألف جريح ومريض ومرافق، إجراء آلاف العمليات المعقدة للجرحى والمصابين خلال الفترة الماضية، بعض النماذج وبعض العناوين نتوقف عندها، جازية مصابة بالسرطان، شكرا أم الدنيا، محمود جدته بتقول إن هو حفيدي عاد من الموت، ده 8 سنين مات سريريا بمستشفى شهداء الأقصى وعاد للحياة مرة تانية في شبين القوم بالمنوفية، أميرة هنا نداوي آلام عروبتنا. هنا نتكلم في هذا الملف وبالتأكيد ملف يعني يضمي القلوب الحقيقة. الحقيقة أن مصر بجانب تعاملها مع الأزمة على مستوى سياسي واستراتيجي ودولي، حتى هي منذ اللحظة الأولى من قيام الحرب، من يعني الهجمات تمت 7 أكتوبر، مصر منذ اللحظة الأولى فعلا تعاملت مع الملف بشكل إنساني كبير جدا، وكانت هي أول من حذر وأنذر تكرارا ومرارا على مدى هذه الشهور من تفاقم الأزمة. استقبال مصر ل 13 ألف مصاب ومرافق، يمكن ده احنا كمان كمصر بنشوفه عدد مازال قليل، بنحاول نزوده طول الوقت لاستقبالهم، ولكن احنا من العناوين اللي توقفت عندها في ملف زماننا في الوطن جلسات العلاج النفسي اللي بيتلقاها المقبلين من مش بس المرضى ولكن حتى المرافقين من ذويهم، لان ما رأوا جراء الحرب وما رأوا جراء النزوح اكثر من مره داخل غزه هو امر لا يتحمله نفس بشريه يعني. وبالتالي مصر بتقدم نوع من العلاج المتكامل لاي وافد ليها من الجانب الفلسطيني. كمان نلاقي ان مصر تعاملت مع مش بس المصابين جراء الحرب ولكن حتى مرضى السرطان اللي نفذ في علاجهم وتوقفت المستشفيات في غزة. وطبعا لا ننسى موضوع أو أزمة الأطفال الخدج اللي مصر صممت على أنهم لازم يخرجوا من مستشفى هناك، لأنه خلاص كان حوالي 29 طفل بعد ما توفى طفلين أو 3، وصممت على استقبالهم وتجهيز كل المستشفيات. الحقيقة الدور المصري في كل المجالات في هذه القضية بالتأكيد حاضر، وحنتكلم بشكل مفصل أكتر. شكرا ضيفتنا الكريمة الأستاذة سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة الدستور، شرفتينا وأفدتينا، شكرا لوجودك معنا يا سارة. ونروح مع حضراتكم سريعا نطمن على أخبار أهالينا في محافظات مصر المختلفة وتقرير أحسن ناس. أحسن أدينا بندردش ورانا ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، يعني طبعا احنا مستمرين طول الوقت في الحديث عن القضية الفلسطينية ودعم مصر الذي لا يتوقف لحظة واحدة عن دعم أشقائنا في فلسطين، رصد الأحداث والتطورات والتصعيدات اللي بتحصل في رفح وفي غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، غزة تحت القصف، رفح تحت القصف، ينزح النازحين من مكان لآخر في محاولة للنجاة بالحياة، لكن التصعيد من جانب
جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تتوقف ضاربة بكل قوانين الإنسانية وقوانين الدولية عرض الحائط. النهاردة هنتكلم عن دور مصر كمان والتصعيد الأخير من مصر بانضمامها لدعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ومخاوف إسرائيل والخلافات كمان داخل الوزراء في حكومة نتنياهو إلى ما ستؤول بهم في الأيام القليلة القادمة. مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا أستاذ محمد. صباح الخير. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك. وطبعا الأحداث سريعة متلاحقة بشكل كبير جدا، فضعنا في آخر المستجدات. يعني أعتقد أن احنا بنتكلم على أكثر من مسار في التطورات، بنتكلم عن تصعيد عسكري إسرائيلي، خصوصا أن احنا أمام تطور مهم وهو عودة المعارك لمناطق شمال قطاع غزة ووسط القطاع، مش بس منطقة الجنوب أو مدينة رفح الفلسطينية. بنتكلم عن تطورات خاصة بالعزلة الدولية لإسرائيل أو تحول إسرائيل إلى ما يشبه الدولة المنبوذة، بغض النظر عن عدم وجود فعالية دولية حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ولكن في إجراءات أو تحركات متنامية كان آخرها طبعا الموقف المصري الخاص بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا لمحكمة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. بنتكلم أيضا عن حالة غليان داخل الشارع الإسرائيلي وانقسامات داخل حكومة اليمين المتطرف على وقع مجموعة من الأسباب، أولها فشل حكومة نتنياهو حتى اللحظة في تحقيق أي من أهداف العملية العسكرية داخل قطاع غزة، على وقع تنامي الاحتجاجات اللي بتطالب بإنجاز صفقة وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين، على وقع الأزمات الاقتصادية اللي بيشهدها الداخل الإسرائيلي جراء استمرار الحرب. بنتكلم عن يعني تناقضات كبيرة في الموقف الأمريكي، يعني البيان الأمريكي الواحد بيحمل عبارات متناقضة، يعني الدعوة لي أو التأكيد على تأييد إسرائيل كما في بيان الخارجية الأمريكية أمس، وفي الوقت ذاته الدعوة لعدم استهداف المدنيين. فالحقيقة كل دي عوامل مركبة بتعبر عن وتعليق شحنة الأسلحة وفي نفس الوقت تصويت أو استخدام الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار، يعني التباينات واضحة جدا جدا. طب أنا عايزة أتكلم معاك على تغيرات في المواقف الدولية كما لم تحدث من قبل. يعني إحنا بنشوف تصويت في الأمم المتحدة بغالبية عظمى لصالح عضوية فلسطين، بنشوف حالة غليان في حكومة نتنياهو، بنشوف مظاهرات في دول العالم المختلفة لوقف إطلاق النار، بنشوف تغير حتى زي ما بنتكلم في الموقف الأمريكي لكنه غير واضح حتى الآن، وبنتكلم على تصعيد مصري بانضمامها لدعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كل هذه التغيرات في المواقف الدولية هل ممكن تضغط على إسرائيل بوقف الحرب، ولا ستستمر إسرائيل في يعني تجاهل كل ما يحدث في العالم؟ من حيث التغيرات الدولية فإحنا بنتكلم على حراك دولي كبير، يعني الحقيقة يمكن لو كان في نقطة ضوء في الحرب دي فهي أنها جعلت القضية الفلسطينية على رأس أولويات أو طاولة المجتمع الدولي، لكن من حيث مدى فعلتها على أو تأثيرها على حكومة نتنياهو فالحقيقة ده أمر مشكوك فيه، لأننا بنتكلم عن حكومة هي الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال، بنتكلم عن حكومة لا تعير أي اهتمام لا باعتبارات حقوقية ولا باعتبارات إنسانية ولا بضغط دولي ولا حتى بضغط الولايات المتحدة في بعض الملفات. يعني الولايات المتحدة حتى الساعات الأخيرة كانت بتتكلم عن ضرورة عدم توسيع عملية رفح أو استمرار كون عملية رفح عملية محدودة، يعني عقب ذلك إسرائيل بتعلن عن توسيع العمليات في منطقة رفح. لكن أعتقد أنه إذا كنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية فأعتقد أنه الملف الفلسطيني على المستوى الدولي هو ممكن نسميه معركة تراكمات أو بناء نقاط، بمعنى أنه إحنا بنتكلم دلوقتي عن أجيال شابة في المجتمع الأمريكي وتجمعات طلابية باتت القضية الفلسطينية بتحظى بأهمية
تنميه كبيره لديها، بقى عندهم سرديه شديده التقدم فيما يتعلق بالنظر للقضيه الفلسطينيه، بينظروا او اجيال شابه بتنظر لدوله الاحتلال الاسرائيلي على انها دوله فصل عنصري ودوله تمارس كافه جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني. وده واحنا لما نتكلم عن هذه الاجيال فاحنا بنتكلم عن اجيال سوف تكون مسؤوله عن عمليه صنع القرار في على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. ايضا واحنا بنتكلم عن التطورات الدوليه فلازم نشير الى انه قرار الجمعيه العامه للامم المتحده اللي حضرتك اشرتي اليه واللي حظى باغلبيه ساحقه تقريبا 143 دوله دعمت عضويه فلسطين في الجمعيه العامه للامم المتحده. ايضا على نفس الخط خمس دول اوروبيه تعلن عن الاعتزام على الاعتراف بالدوله الفلسطينيه المستقله بشكل منفرد بغض النظر عن الموقف الامريكي وبغض النظر عن الفيتو الامريكي المحتمل ضد القرار. وبالتالي اعتقد ان كل دي تطورات بتخدم القضيه الفلسطينيه حتى وان كان على المدى المتوسط او البعيد، بغض النظر عن كونها غير مؤثره في اللحظه الراهنه على حكومه نتنياهو. بالنسبه للموقف المصري او اعلان مصر، خلينا نتكلم على الموقف المصري لانه على كل المستويات الحقيقه سواء كان دبلوماسيا او انسانيا وايصال المساعدات، ولسه كنا بنتكلم على استقبال المصابين. التحذير المصري واللي قرره السيد الرئيس اكتر من مره وفي كل مناسبه عن تفاقم الاوضاع وعلى اتساع منطقه الصراع وعلى الحقيقه الاوضاع المأساويه اللي وصلت ليها اهالينا في غزه. الحقيقه الدوله المصريه يعني الموقف المصري يعني منذ اللحظه الاولى طبعا سواء على المستوى الانساني، يعني الارقام بتتحدث عن الموقف المصري، ولكن كمان اعتقد انه الورقه المصريه اللي تم طرحها لوقف اطلاق النار واللي بتستجيب بشكل رئيسي وضخم لتطلعات ومطالب الجانب الفلسطيني بتؤكد على طبيعة الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف إطلاق النار، بما يراعي أولا مصالح الشعب الفلسطيني وثانيا اعتبارات الأمن القومي المصري. أعتقد أنه يعني أسوأ أو أكثر لحظة من حيث توتر العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي هي اللحظة الراهنة، وحتى تلويح الدولة المصرية بتعليق اتفاقية السلام أو غيرها من التحذيرات التي وجهتها الدولة المصرية واللي تناقلتها حتى وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية، أعتقد أنه إحنا مش بنتكلم عن مجرد تهديد، لأنه العلاقات المصرية الإسرائيلية فعلا على المحك. وده مرجعه أو سببه أمرين: أولا تمادي إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة العمليات، وثانيا هو يعني سعي مصر أو إدراك مصر لطبيعة الموازنة ما بين اتفاقاتها اللي هي ضمانة بالفعل للأمن الإقليمي وما بين اعتبارات الأمن القومي المصري. طب بالإشارة إلى الورقة المصرية أو المقترح المصري، في رأيك إيه هيكون مستقبل المفاوضات دي خاصة في ظل التصعيدات الأخيرة، اشتعال الصراع على حدود مصر الشرقية وده تصعيد خطير برضو، وتحرك مصر الدولي أمام محكمة العدل الدولية؟ اعتقد انه يعني التحرك مصر امام محكمه العدل الدوليه، اولا ده موقف ليه شق قانوني، ده بيعزز دعوه جنوب افريقيا من خلال الحيثيات اللي هتقوم مصر بتقديمها، وثانيا هو موقف بيمثل ضغط سياسي اضافي على حكومه نتنياهو. لكن اعتقد انه في مساله المفاوضات في فارق ما بين توقف المفاوضات وما بين وجود بيئه صعبه للمفاوضات. احنا بنتكلم عن بيئه صعبه للمفاوضات لانه مباحثات الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار من ناحية مصر لم تتوقف للحظة واحدة منذ بدء الحرب وحتى اليوم. لكن أعتقد أنه الإشكال الرئيسي حاليا هو أن حكومة نتنياهو بتراهن على الحل العسكري من أجل تعزيز الموقف التفاوضي لإسرائيل أو فرض الشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار. وعشان أجاوب على سؤال حضرتك، فالرهان حاليا على أمرين رئيسيين: أولا استمرار
استمرار جهود المفاوض المصري مع كافة الأطراف المعنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لإعادة كافة الأطراف لطاولة المباحثات. الاعتبار الثاني أو اللي أعتقد أنه هيراهن عليه في الأيام المقبلة هو وجود إرادة سياسية أمريكية حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل العودة لطاولة المفاوضات والوصول لوقف كامل لإطلاق النار. وأعتقد أن الولايات المتحدة الوقت أمامها بدأ ينفذ من أجل الوصول لذلك عشان الانتخابات عشان الاحتجاجات اللي بتتنامى يوم بعد يوم في الداخل الأمريكي والانقسامات كمان في الإدارة الأمريكية نفسها. شكرا ضيفنا الكريم الأستاذ محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية، شرفتنا أفدتنا. شكرا لحضرتك. وإلى أنا المصري، النهاردة هنتكلم على الفنان والمنتج والمخرج الكبير أنور وجدي في ذكرى وفاته. شوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.
مجهود كبير بتبذله الدولة المصرية ده في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، العديد من المحاصيل وبالتأكيد أهمها محصول القمح، بنتكلم في رغيف العيش، بنتكلم في الأمن القومي. ده بيبقى الشغل على العديد من المحاور يمكن بنتكلم فيها مع حضراتكم، وشفنا امبارح الإنجاز الكبير جدا جدا، والنهارده بنحتفي الحقيقة بموسم الحصاد، لأن احنا بنتكلم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير جدا، نتكلم على كمان محاصيل يعني معالجة أو نقدر نقول استنباط أنواع أخرى من المحاصيل بتبقى أقل استهلاكا للمياه ولكنها اكثر انتاجا. نتكلم كمان على مثلا زياده الصوامع، المشروع القومي للصوامع من اهم المشروعات القوميه اللي اثرت في هذه الخطوات بشكل كبير. خلينا نتكلم على هذا الملف بشكل ونحتفي طبعا بموسم الحصاد من خلال ضيفنا الكريم دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. يعني احنا بنتكلم على محصول مهم في غايه الاهميه للشعب المصري، رغيف العيش، القمح ده مش زي اي محصول تاني، فله اهميه يعني خصوصيه كبيره جدا عند المصريين. عايزين نعرف مع حضرتك ايه الجهود اللي قامت بيها الدوله عشان تزود من محصول القمح، خاصه لما حصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه ودول اكبر دولتين مصدرين للقمح، كان عند مصر تخوفات من انه طب هنوفر ازاي القمح بالنسبه للمصريين. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. في البداية بس اسمحوا لي نوجه تحية لكل من بذل قطرة عرق، لكل اللي شارك في هذا المشروع في هذا الإنجاز. امبارح كان في عيد في مصر، احنا بدأنا فعلا نقطف ثمرة القرار الصائب. لو حضراتكم تابعتوا امبارح فخامة رئيس الجمهورية بيقول كان قدامنا خيارين، اختار هو اختار الأصعب، دولة أو لا دولة، اختار الدولة. امبارح شفنا زي ما اخواننا الشباب دلوقتي بيقولوا هاشتاج، رئيس الجمهورية قال كلمة امبارح حلوة قوي قوي، أنا يعني حاجات كتيرة في الكلام كان جميل لكن شدني قوي، عايزين نعمل حاجة حلوة في وقت قصير بأقل تكلفة ممكنة. يمكن احنا التكلفة ما كانتش فعلا رخيصة زي ما هو قال، التكلفة كانت كبيرة. مصر خدت الاختيار وخد القرار رئيس الجمهورية من حكم مسؤولياته ومسؤوليته عن المواطن، خد القرار اللي هو الصعب. واللي حضرتك بتقوله ده انه يتم عمل المشروعات في وقت قصير لانه احنا بنسابق الزمن، احنا عندنا تحديات خارجية وداخلية. فاكرين فكرة برنامجكم ده، انا وانا جاي النهارده افتكرت الرئيس قال مين اللي هيصحى معايا الفجر، مين اللي هيشتغل، من انتوا بداتوا البرنامج ده تقريبا في سنه 2014 اعتقد، يعني ده مش فاكر 17 فكان كان فعلا الرئيس قال مين هيصحى معايا بدري. ففعلا ده هو ده اللي فعلا عايزين حركه سريعه، تفكير خارج الصندوق. يمكن حاجات كتيره شدتنا في الحفل بتاع امبارح اللي مش حفل، زي ما الرئيس قال من حقنا نفرح، من حقنا نفرح بما حققناه. امبارح مش بس كان يوم حصاد، يوم حصاد الذهب الاصفر
لا ده احنا كنا بنحصد كمان قصب سكر، كنا بنحصد كمان بنجر سكر. ان شاء الله مستهدفين ذرة صفراء. اذا تفكير خارج الصندوق. يمكن احنا زي ما حضراتكم قلتوا الدولة بتبذل كل جهدها، احنا علينا دور كمواطنين احنا طبعا، والدولة عليها دور، الدولة بتؤدي دورها يبقى احنا لازم نعمل اللي علينا. طيب احنا عشان نحقق الاكتفاء الذاتي او الامن الغذائي عندنا ثلاث محاور رئيسية. محور التوسع الافقي والتوسع الرأسي وتقليل الفاقد او الهدر. التوسع الافقي بزيادة المساحات المنزرعة. ما يحدث في مصر هذه الايام لم يحدث من 200 عام، زيادة الرقعة الزراعية لأربعة مليون فدان مستهدفة في 27 زي ما شفنا امبارح في العرض، في خلال 27 نوصل 4.5 مليون فدان. لما كانت المساحة 6.1 مليون فدان احنا اصبحنا 9.6 مليون فدان. دخلت السنة دي 2 مليون فدان دخلت الخدمة فعلا. يعني اذا مستهدفين في نهاية الخطة 2 مليون طن قمح زيادة، 400 ألف طن ذرة، كمية من السكر تغطي الاستهلاك المحلي. احنا عندنا اكتفائنا الذاتي من السكر حوالي 80-90%. يعني اذا احنا القمح طبعا محصول استراتيجي، لقمة العيش لا غنى لكل بيت عنه، مش 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 غير في الخبز ما بنقول، هو لقمة العيش. يعني كل بيت في مصر بيحتاج غير في الخبز. هو يمكن التوسع في هذه زياده المساحه المزرعه تقليل الفاقد. في دور بقى التوسع الرئيسي اللي هو دورنا احنا بقى كباحثين، زي ما هو امبارح كان بيقول في قمه رئيس الجمهوريه ان احنا كل العلماء في وزاره الزراعه والري والكهرباء مشاركين، اذا مشاركين في وضع الخطط ومشاركين في وضع الاستراتيجيات. دورنا احنا بقى كباحثين، وزي ما هو قال امبارح وجهنا ده ورقه عمل جميله كبيره للزراعه المصريه وللمجتمع. لما بيقول عايزين اصناف جديده، ايوه اصناف جديده اكثر انتاجا واقل استهلاكا للمياه، استهلاكا للميه اقل، تتحمل الملوح. عايزين ندور على انواع محاصيل. ده رؤيه عالم متخصص. يمكن زي ما شفنا فعلا ده فعلا دي اللي احنا محتاجينه فعلا. احنا يا فندم وصلنا لغايه فين دلوقتي؟ بنتكلم 55% و60% من الاكتفاء الذاتي في القمح. بس بنطمنك برضو احنا في رغيف الخبز اللي هو لقمه العيش 100%، لان احنا بنحتاج 9 مليون طن لرغيف الخبز المدعم. احنا فعلا بنتجهم تقريبا 10 مليون طن. عظيم. زياده الساعات التخزينيه اللي الدوله حضراتكم يعني شفتوا ايه صومعه مكلفه جدا، وزي ما شفتم بصناعات محليه مصريه. يعني ده جديد. اقامه حياه متكامله، يعني زي ما شايفين بنفكر في السوق، بنفكر في الثلاجات، بنفكر في صوامع، بنفكر في التصنيع الزراعي، الاستفاده. حضراتكم لو شفتوا كان بيتناقش في المخلفات الناتجة عن المحاصيل والاستفادة منها. يعني الاستفادة من كل نقطة مية وكل قطرة مية بالنسبة لنا تعادل قد ايه محصول، لان المية زي ما سمعنا امبارح في العرض كانت غالية. المية فعلا غالية طبعاً. غالية، وصلنا لحد الفقر المائي. يعني طيب هرجع بحضرتك لفكرة التوسع الرأسي، وده بيبقى تحديدا شغل معهد البحوث الزراعية، وحضرتك مدير معهد المحاصيل الحقلية. ايه الأصناف الجديدة للقمح، وزودت قد ايه من إنتاجية الفدان؟ احنا عندنا أصناف جديدة في القمح، يمكن هنفرق بين ثلاث أرقام عايزين نتكلم عليهم. القدرة الإنتاجية، يعني الصنف يقدر يجيب قد ايه؟ متوسط عام الجمهورية اللي هو فعلا بيحقق على أرض الواقع. الرقم الثالث اللي هو متوسط الحقول الإرشادية. يعني إيه حقول إرشادية؟ يعني بتتم متابعة من خلال الباحثين والفنيين المختصين في كل مجالات المحصول. بمعنى إن أنا جنبا إلى جنب مع المزارع بقول له اروي كذا، اعمل كذا، سميت كذا، قاوم كذا. فده بهذا الاهتمام بوصل لأعلى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض وهو كل قطرة مياه. طيب متوسط عام الجمهورية عندنا كام؟ 18-19 أردب للفدان. طيب لما بنكون متوسط الحقول الإرشادية 24 أردب، 26 أردب للفدان. طب القدرة الإنتاجية الصدري الصنف يقدر يجيب قد إيه؟ يجيب من 30-32 أردب. يبقى عندنا جاب أو فجوة بين الحقول الإرشادية والحقول والقدرة الإنتاجية ومتوسط عام الجمهورية. أنا كدورنا بقى كبحث بنعمل إيه؟ بنحاول نقلل هذه الفجوة عشان نوصل
الى اعلى انتاجيه ممكنه باستخدام التوصيات الفنيه بالاصناف الجديده بقى. يعني انا حضرتك الكبار شويه في السن كنا بنحصد القمح في شهر 5 وشهر 6، احنا بدانا حصاد القمح من بعد عيد الفطر مباشره، تغيرات مناخيه لا بغير تغيرات مناخيه احنا استنبطنا اصناف كانت بتقعد 170 يوم، احنا وصلنا دلوقتي ل 140 و145 يوم، وفرنا شهر طبعا، وفرنا شهر. دي تربيه الصنف عشان يربى يقعد 10-12 سنه، هيفرق بقى في الدوره الزراعيه كل مره. بالظبط، هيخلي الارض تبقى فاضيه مبكرا الاستعداد للموسم الجديد. أيوه. المزارع المصري زي ما قلنا المساحه المنزرعه زادت، المساحه المحصوليه كمان زادت، بمعنى ان انا بزرع اكتر من محصول في السنه، من 2-3 اللي هو بتعامل التكثيف الزراعي، او ان انا بحمل اكتر من محصول على محصول، بحيث ان انا بوصل بالمساحه المحصوليه 1.9 × 1.8، بمعنى ان اذا كانت المساحه 9.6 مليون فدان، فالمساحه المحصوليه بتوصل 17-18 مليون فدان. انجاز بالتاكيد يعني يحتاج لحلقات للتكلم عنه. شكرا طبعا ضيفنا الكريم دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه وزارة الزراعة، شكرا لوجود حضرتك معانا، وطبعا ألف مبروك علينا ودايما هذا الإنجاز وأفضل بالتأكيد إن شاء الله. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مصر دايما نقول مصر ولادة، لأنه مصر فيها شباب عندهم أفكار خلاقة، عندنا عقول مصرية لا تعوض. يعني دايما نقول كده الكفاءات المصرية تروح تبني دول تانية، وإحنا إزاي في مصر سايبينهم؟ فعشان كده الدولة بتهتم بالعقول المصرية، الأفكار المصرية والكفاءات المصرية. وعندنا صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اللي بيدعم الطلاب على مستوى أو على مختلف المستويات، في ما قبل الجامعي، ودي في مسابقة معمولة للطلاب ما قبل التعليم الجامعي هي مسابقة شباب المبتكرين، وفي مسابقة تانية تم إطلاقها لدعم الشباب في مرحلة الجامعة، المسابقة اسمها أولمبياد الشركات، علشان ندور على أفكار من الشباب ينفع بعد كده إن هم يعملوها شركات ويبتدوا يبقوا رواد أعمال ويعملوا مشروعاتهم الخاصة. تفاصيل المسابقات دي النهاردة مع ضيفنا دكتور محمد الفران مدير قطاع الشراكات وتطوير الأعمال والتسويق في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. أهلا بك يا دكتور، صباح الفل. أهلا بحضرتك وأهلا دي إم سي. اهلا بحضرتك. وخلينا قبل ما نقول شكل الدعم اللي انتم بتقدموه نتكلم على المسابقتين اللي كانت لسه ايه بتتكلم عليهم. اول مسابقه دعم الابتكار. تمام. بالنسبه لمسابقه شباب المبتكرين وهي ما قبل التعليم الجامعي، احنا بندور على كل شاب صغير من اولى اعدادي لغايه تانية ثانوي عنده فكره عايز يحل بيها مشكلة موجودة فعلا في المجتمع اللي حواليه بشكل أساسي. طريقة الدعم اللي احنا بندعمها له ان احنا شغالين في 28 مدرية تعليمية بالفعل في أكتر من 30,000 مدرسة، عشان نقدر نكتشف مين اللي فعلا عنده هذه القدرة لحل المشاكل المحيطة بيه كمجتمعه، وبل بالعكس بنرعاه بكل القطاع الأعضاء هيئة التدريس اللي في الجامعات المتخصصين. إيه شكل الرعاية بقى اللي بتقدمه؟ كويس. شكل الرعاية بالنسبة لنا إن هو أولاً بيبقى فيه دكاترة متخصصين في المجال اللي هو عايزه بنقدر نديله فيه، فده دعم تقني زي ما بنسميه، في دعم مالي ليه هو لإتمام فعلا فكرة مشروعه، في مسابقة بتتم على مستوى مدرسته وعلى مستوى مديرية التعليمية بتاعته في الآخر عشان بننافس 30,000 مدرسة على مستوى الجمهورية لأن هم ياخدوا جوائز قد تصل إلى نص. طب إيه اللي يخليكوا تقرروا تقدموا أشكال الدعم المختلفة لفكرة معينة؟ يعني إيه الشروط أو المعايير اللي لازم تبقى متوافرة في الفكرة دي فتقولوا آه دي فكرة يلا ندعمها؟ طيب احنا مش بنديها الفكرة معينة، احنا كل الافكار بتخش تحت الدعم التقني، والدعم المادي بيتاخد بس في حالة ان هو فاز على مستوى المدرسة بتاعته او المدرية بتاعته. اللي بيكمل في التصفيات على مستوى الجمهورية بياخد دعم مادي اكبر. فكان الهدف مش ان انا بديله دعم مادي بس، الهدف ان انا كل الافكار اللي عند شبابنا ازاي اقدر ادعمهم تقنيا لتنفيذ هذا المشروع على الارض، ثم الوصول بيه للتنافسيه على مستوى مديريته التعليميه او كمان على مستوى الجمهوريه بدعم مادي اكبر. هل في شروط بعينها علشان التقدم لهذه المسابقات؟ ثلاث شروط رئيسيه. ده اللي بنتكلم فيه، ان هو يبقى عنده فريق أساسي من فردين لثلاث أفراد، مش فكرة شخصية. نمرة اتنين إن هو ممكن أكتر أقل من ثلاثة لخمسة تحديدا. يكون عنده مشرف من المدرسة بتاعته أو مدرسة مجاورة
بس الاساسي فيها فعلا المدرسه بتاعته، ان يكون عنده الفكره نفسها بحل المشكله، عشان اتاكد ان تعريف الابتكار هو وجود مشكله بالنسبه له ولقى لها حل وحاول يحلها او حاول يطبقها، ده المثلث بتاع الابتكار. طب ليه لازم شرط بتاع انه ما ينفعش تبقى فكره شخصيه؟ اساس الابتكار هو تيم وورك، واحنا عندنا بنحاول نزرع في ولادنا ان انا حتى لو انا عندي فكره، فيش فكره بتقوم على شخص، فكره بتقوم على فريق. وهو ده المهم بالنسبه لي. انا ممكن ابقى شاطر تكنيكال، يعني ممكن الفكره تقوم على شخص بس تنفيذ الفكره يحتاج لفريق. احييك بالظبط، هي دي الفكره الرئيسيه. انا ممكن يبقى عندي 20,000 فكره، بس عشان انفذها فانا محتاج حد سوفت وير، محتاج حد بزنس، محتاج حد علوم، محتاج حد زراعه، محتاج حد. فبالتالي ممكن تبقى فكرتي وعلى مستوى العالم كله، مش هقول مصر بس، الابتكار هو قائم على عمل جماعي، ولا يجوز ان انا اعترض. هل في مجالات بعينها بيبقى الاعلان عن المسابقات في المجالات ده، في مثلا في مجالات الاي تي، في التكنولوجيا، في الحاجات يعني حاجه معينه، ولا اي حد عنده اي فكره بيتقدم؟ حلو. بالنسبه لمسابقه شباب المبتكرين، هي في اربع اتجاهات رئيسيه بالنسبه لنا، هو دي اتجاهات طبقا لخطه الدوله 2030. أيوه. فيها والاهتمام بيها بشكل كبير قوي، اللي هي الطاقه والاستدامه بالنسبه لنا، ونظم المعلومات بشكل رئيسي بالنسبه لنا، ثم كمان sustainability اللي هو اعاده التدوير بشكل او باخر. فالاربع قطاعات دول هي اللي مصر فعلا حطاهم كخطه ليها، وده اللي بندعم الشباب فيهم. طيب نروح نتكلم بقى على الاولمبيكس، المسابقه المرتبطه بشباب الجامعات. هل بتختلف عن الشباب المبتكرين؟ يعني ايه اوجه الاختلاف، ايه اوجه التشابه؟ اشرح لنا كده الفكره. طيب بالنسبه لمسابقه شباب المبتكرين، انا مش عايز منه غير يبقى عنده فكره وقابله للتطبيق، وانا هساعده كاملة تقنيا وماليا واداريا ان هو يطبق الفكرة دي على الارض لغاية التنفيذ. فكرة اولمبيات الشركات الناشئة، وهي متخصصة في الجامعات على مستوى 98 جامعة في مصر، وبالفعل في اول دورة ليها. هنتكلم على جامعات حكومية وغير حكومية، اي جامعة وخاصة واهلية وكل حاجة، جامعة مصرية حكومية اهلية خاصة. انا بالنسبة لي 98 جامعة دول كلهم ولادي، فهو ده الفارق الرئيسي اللي بالنسبة لي. ال 98 جامعة مشارك معانا فعلا في اول دورة ليها اكتر من 43 جامعة مصرية، باكتر من 1000 فريق، بما لا يقل عن 6000 طالب جامعي، واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي بيتم تدريبهم على مستوى الجمهورية. عظيم. هدفهم الرئيسي ان انا 6000 او 1000 فريق، سوري، ال 1000 فريق دول اطلع منهم على الاقل ب 500 شركه ناشئه قابله للتطبيق بدعم كل القطاع الجامعي في مصر. كان هدفها الرئيسي بالفعل. احنا عندنا ما لا يقل عن 4 مليون طالب جامعي في مصر. لو قدرت فعلا اطلع منهم ب 400,000 حل لمشاكلنا فيهم، او فكره ابتكاريه، ومش عايز اكتر من 4000 شركه ناشئه في السنه، اعتقد كمشاكل وكاقتصاد وكنقدر نقول تطور وكتوظيف وخلافه، هيفرق معانا كتير قوي فيه في خلال السنوات القادمه. ايه المراحل اللي بتعدي بيها المشاريع لغايه ما بيحصل بقى على المراكز الاولى؟ تمام. اول حاجه، كل الجامعات المشاركه معانا من 43 جامعه بيتم تدريب كل الفرق المشاركه، بيتم بما يسمى بالمنتور او الاستشارات على افكارهم، للبلوره من كل المشاركين معانا في اللجان الفنيه على مستوى الجامعات كلها، اللي منه كل جامعه بتقدر تطلع بثلاث افكار او ثلاث مشاريع على مسار الطلاب، وكمان على مسار الباحثين اللي هو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودول هيفضلوا ماشيين معانا بشكل مستمر. كل جامعة متقسمين على 7 أقاليم جغرافية اللي فيهم مصر. كل الجامعات اللي في الإقليم نفسه هتتنافس على أفضل 10 شركات ناشئة على مستوى الإقليم، اللي منه هنخش فيهم على، يعني بنطلع ب70 واحد. أيوة بالظبط. السبعين واحد دول بيخشوا في برنامج تلفزيوني لدعم الابتكار اسمه جنزي. ده اللي بالفعل كلهم هيتنافسوا امام الشعب المصري العظيم كله، عشان هم اللي يعرضوا الافكار بتاعتهم، والشعب نفسه او اصحابهم واصدقائهم يقدروا يعملوها. نيجي لتحويل الفكره بقى دي على ارض الواقع لمشروع هيبقى مسؤول عنه الطلاب دول اصحاب الافكار. اتكلمت حضرتك عن دعم تقني وعن دعم مادي، هل عندنا سقف لتمويل المشروعات دي؟ والدعم التقني ده ازاي بنقدر نعمله علشان نضمن نجاح الفكره كمشروع؟
بنقدر نضمن الدعم التقني ده بأكثر من 600,000 عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعات المصرية لكل التخصصات اللي الأربع قطاعات اللي بنتكلم فيهم. أي حد محتاج دعم شبكة بنسميهم المينترز بتوع الصندوق بالنسبة لي بيقدروا يغطوا من أول مرسى مطروح، العريش، أسوان، الوادي الجديد، كل دول، بحيث أنه أنا مش بشحططه زي ما بنقولها، لا ده أنا بجيب له منتر تقني من نفس المنطقة اللي هو فيها وعارف حللها ازاي وبيقعد معاه بيطبقها له كاملة وبيساعده في تطبيقها فيها. شكرا ضيفنا الكريم دكتور محمد الفران مدير قطاع الشراكات وتطوير الأعمال تسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، شرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. امتحانات الثانوية العامة خلاص على الأبواب، في الفترة دي الطلاب بيبقى عندهم حالة من الحيرة، نعمل إيه؟ الوقت ده نحل فيه الامتحانات ونبتدي ندرب نفسنا، ولا نراجع المنهج كله، ولا نركز على الحاجات اللي احنا وقعت مننا بالفعل، ولا خلاص بقى زي ما بيقال اللي ذاكر ذاكر. ده اللي احنا هنحاول نعرف إيه الطريقة الصحيحة للمذاكرة، التحصيل بشكل أفضل إزاي أعمله، إيه اللي نتعمل في هذا الوقت. بيشرفنا في الاستوديو دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي كليه التربيه جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر كلها. اهلا بيك يا دكتور. احنا دايما مش بس الطالب بيبقى في الحيره اللي اسماء اتكلمت عليها، لكنه بيبقى واقع تحت ضغط الاهل كمان، ذاكر 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 ذاكر، فممكن يتشتت وممكن يتوتر وفعلا ما يبقاش عارف يعمل ايه في الكتاب اللي قدامه ده. تمام. في البدايه بحييكم على هذه المقدمه الرائعه. فعلا الاهل هم المصدر الاساسي للقلق لدى الطالب. يمكن الطالب ما يكونش حاسس بحاجه، لكن القلق بيجي له من الاب والام. طب ايه تاثيرات القلق دي؟ الطالب بينعكس عليه هذا القلق، واحنا عندنا في علم النفس القلق ده حاله متعلمه، يعني متعلمه مكتسبه، بيكتسبها الطالب من الحواليه. ودايما لو تلاحظوا ان القلق ده بتاع الوالدين مرتبط بالامتحانات، فالطالب هنا بيكتسب القلق ويعممه على موضوع الامتحانات. طب ايه تاثيرات قلق الوالدين على الطالب؟ اول حاجه بيحصل له نقص في الانتباه، تشتيت معرفي، قلة ثقة بالنفس، فده كله هيأثر على قدرته على التحصيل والاكتساب. طب لما يلاقوا تحصيله واكتسابه أقل، إيه اللي هيحصل؟ القلق تاني هيزيد من تاني، أكننا ماشيين في دايرة مفرغة. فبالتالي هنا لازم أنا كأب وكأم أمنح ابني الثقة بالنفس. والقلق كمان بيزيد يا فندم لبعض الطلاب في بعض الحالات. أنهي فئتين من الطلاب بيتأثروا أكتر بقلق الوالدين؟ في بعض الشخصيات من الطلاب عندهم حاجة اسمها ميل إلى القلق، ربنا خلقهم كده. فلما يحصل لهم قلق اكتر من الوالدين القلق ده بيتفاقم. تاني مستوى من الطلاب بيتاثر بقلق الوالدين هو الطالب ذو مستوى التحصيل المتوسط او مستوى العقل المتوسط او منخفض، الطالب الضعيف. الطالب الضعيف مهما يبذل من جهد مستوى تحصيله بيبقى قليل، فلما يجي افاقم هذا المستوى بقلق الوالدين القلق عنده بيبقى زياده عن الحد. طيب هل القلق كله وحش؟ لا، انا عايز ابننا يقلق علشان يقدر يذاكر، بس بشرط ان القلق يبقى في المستوى المعتدل او المتوسط. الطالب بدون قلق مش هيذاكر، مش هيعمل اي حاجه، فانا لازم اديله شحنه بسيطه ان هو يذاكر ويبقى عنده دافعيه ان هو يذاكر ويكمل ان شاء الله بنجاح. طب الاوقات الاخيره دي اوقات ايه؟ اوقات مراجعه، ولا اوقات ان احنا نبتدي من اول وجديد في حاجات احنا ما ذاكرناهاش بالفعل، ولا اوقات التدرب على حل الامتحانات؟ طب دعينا نتفق، الامتحانات خلاص على الابواب ان شاء الله 10 يونيو، والمواد غير الاساسيه والمواد الاساسيه يوم 22 يونيو. ده كده بيتوتروا اكتر، معلش بتقول لهم الامتحانات قربت بتوتروا اكتر. لا ما فيش مشكله، هو اصل القلق ده قلنا ان هو طبيعي، بس المشكله لما يعني يعوقني عن التحصيل ده بتبقى مشكله. طيب انا عايز اقول للطلاب اللي الفتره ديت عباره عن ايه يا فندم؟ لازم الطالب يتبع اهم حاجه فيها سيستم معين في المذاكره والتحصيل. ايه السيستم ده؟ ان هو اول حاجه ينظم حياته. يعني تنظيم حياتنا، الطلاب عندهم حاله من العشوائيه في المذاكره واوقاتها. انا بقول للطلاب بتوعنا لو سمحت نظم وقت مذاكرتك، يعني ثبته. طب اذاكر بالليل ولا الصبح؟ قولا واحدا ذاكر الصبح. اخطر حاجه مذاكره بالليل. الطالب ينظم من دلوقتي لغايه يوم الامتحان، ايام الامتحانات ان شاء الله، مواعيد نومه وصحيانه، ما يجيش يقعد يسهر دلوقتي لغايه 5 الصبح ويجي قبل الامتحان بيوم او يومين يبدا يبدل الايه. هنا هيحصل له مشكلات نفسيه وتحصيليه كبيره جدا. فالطالب هنا نظم اوقات نومه واستيقاظه بحيث ان هو ينام بدري ويصحى بدري. طيب صحيح بدري، انا
هنا لازم يا فندم اعمل لنفسي خريطه او خطه. بعمل ايه بقى؟ السؤال بتاع حضراتكم اللي انا باجي مع نفسي اقول والله انا عندي ماده كذا وكذا وكذا، الماده دي ذاكرتها كويس، الماده ديت لا ناقصه، الماده ديت لسه، اشوف المواد او الدروس اللي انا ما ذاكرتهاش خالص حتى لو انا في الفتره ديت، او اللي ذاكرتها ورجعتها مره، او اللي ذاكرتها ورجعتها مرتين او ثلاثه. طيب هبدا بيه يا فندم؟ ابدا بالدروس اللي انا ما ذاكرتهاش خالص وابدا احصلها واذاكرها، تمام، خلصها اخش على الدروس اللي انا رجعتها مره واحده، بعد كده مرتين. طب انا رجعت دروس معينه كتير واتقنتها، مفيش داعي ان انت ترجع لها تاني، تمام. يبقى الحاجات دي مهمه جدا في توجيه الطالب عمليه الاستقرار. طب لما اجي اراجع، اراجع منين؟ انا دلوقتي عندي كتاب او عندي مصدر معين بذاكر منه طول السنه، اخطر حاجه في المراجعه اللي انا ذاكر من كتاب تاني. طبعا انا اغير المصدر بالظبط يا فندم، هلاقي هنا الكتب او كلام والافكار مختلفه. فانا اثبت مصدر مذاكره. طب لما اجي احل الاسئله احل حتى منين؟ الذاكره البصريه بتاعته بتبقى حفظه الشكل بتاع الصفحه والتقييم بتاعها وهنا كان في ايه، حتى عشان لو نسي ده بيفكره. برافو عليكي، فعلا مبسوط جدا من التعليق دوت. انا دايما بقول حتى في البرامج اللي انا اطلع فيها اللي احنا التعليم ده يا فندم عامل زي كاميرا الموبايل. بمعنى لو انا عايز اخد لقطه من اي حاجه بجيب الكاميرا واوجهها على الشيء واخد اللقطه. ينفع انا عايز اصور هنا اعمل كده؟ لا. فانا لما ابص للمعلومه وابص للكلام حتى لو في حتى رسمه او في صوره جنبها بحفظها بالصوره، تمام. يبقى الطالب زي ما حضرتك قلتي لازم يثبت المكان علشان الذاكره البصريه بتاعته يستدعيها بسهوله. طيب الطالب هنا يا فندم لما يجي يحل بقى الاسئله، انا بقول لك حل من كل المصادر. طيب خلي بالك لا تعتمد كثيرا على الاسئله اللي بيضعها المعلم الخاص بتاعك. ليه؟ في الغالب المدرسين الخصوصيين بيبقوا غير متخصصين، وعمليه وضع الاسئله عمليه فنيه تطلب مهارات معينه في وضع الاسئله بحيث ان هو يقيس بالفعل مستوى الطالب. الكثير من المعلمين دول غير متخصصين ومش مدربين على الكلام ده، فاحيانا بيحطوا اسئله غلط، بل احيانا الاجابه نفسها بتبقى غلط. فانا بنصح الطالب يروح فين يا فندم؟ يروح الاسئله المضمونه اللي هي تبع وزاره التربيه والتعليم. في حاجه اسمها بوابه التعليم الالكتروني تبع الوزاره. في حاجه اسمها منصه امتحانات مصر، دي فيها اسئله هايله، فيها كم كبير من الاسئله غير عادي. طب الطالب لما يرجع للاسئله، عندي نوعين من الاسئله. النوع الاول يا فندم الاسئله على كل وحده. انا بنصح الطالب خلال الفتره الحاليه ان هو الاسئله دي يراجع عليها مراجعه سريعه. طب يركز عليها يا فندم الامتحانات العامه الشامله المنهج. طب ايه الفرق بين النوعين من الاسئله؟ السؤال بتاع الوحده خاص بالوحده، جزئيه صغيره. الامتحانات العامه السؤال يا فندم بيبقى يشمل اكتر من درس، فهنا بيقيس قدره المنهج كله. طب هو احيانا يا دكتور تامر الطالب بيبقى مذاكر كويس جدا واثق من انه مذاكر وداخل الامتحان واثق جدا انه هيحل كل الاسئله، ويجي عنده سؤال معين يعطل، انا عارفه ومذاكره وكل حاجه بس مش فاكره دلوقتي، ايه السبب في الموضوع ده؟ ديت عمليه نفسيه، كل الطلاب بالذات اللي بيذاكروا ويخشوا قبل الامتحان بيوم انا مش فاكر حاجه. انا بقول لابنائنا الطلاب لو انت ما وصلتش العمليه ديت يبقى انت فعلا مش مذاكر. لازم الطالب يجي له الحاله ديت. ليه بقى؟ الطالب بيبقى داخل سيكولوجيا وعايز يفتكر كل المنهج، ودي عمليه مستحيله، تمام. لكن لما يجي له سؤال موجه بيعرف يحل فيه. طيب احيانا بيحصل حاله حضرتك قلت عليها، طب انا عندي الامتحان لو انا اواجه الحاله دي ازاي؟ عندي الامتحان مثلا بتاعي في المواد العلميه او الادبيه مثلا 44 سؤال موضوعي اختبار متعدد وسؤالين مقالي، ما فيش مشكله اشوف السؤال اللي بعده، اشوف السؤال اللي بعده لغايه ما وانا شغال كده يا فندم بيبقى المخ شغال بشكل لا شعوري في السؤال اللي انا سبته، هيستدعي المعلومه الواحده بالظبط يا فندم. فبالتالي بعد ما احل الاسئله، وخلي بالك الدور الدافعي هنا بينشط، كل ما انا حليت اسئله اكتر بحس بمتعه، بحس بسعاده، الانجاز، الشعور بالانجاز، الثقه بالنفس. يا دكتور والله بالزبط. شكرا على كل النصايح لطلابنا. دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس، شرفتنا ونورتنا، شكرا جزيلا. وبنشكركم كمان مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. خلصت حلقتنا، وبكره ان شاء الله نشوف حضراتكم في حلقه جديده من 8 الصبح. باي باي.